السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدون الأفاضل أينما كنتم حييتم بالخير. مشاهدينا، حديثنا في هذا البرنامج سنحط رحلنا في محافظة، هذه المحافظة غنية بالاستثمار سواء كان صناعي أو للحيوانات، للمواشي وغيرها، وأيضا للدواجن وغيرها، وأيضا لماذا؟ وأيضا للاستثمار في الخضروات والفواكه لما تمتلكه هذه المحافظة من أراض زراعية تساعد لعملية الاستثمار موجودة في هذه المحافظة. حديثنا نتطرق فيه إلى محافظة لحج، حيث أن محافظة لحج تعرف بمناخها الاستوائي شبه الاستوائي ووديانها الخصبة التي أعطتها وفرة زراعية وجذبت إليها الكثير من الاستثمارات في زراعة الخضروات والفواكه والحبوب وكذا أيضا للقطن، ما أدى بدوره إلى دعم الاقتصاد الوطني ومكن من التوسع في دعم الموارد الزراعية في اليمن. إذ تتنوع الخصائص الطبوغرافية لهذه المحافظة الخضراء محافظة لحج لما تمتلكه من مساحة شاسعة في الأراضي الزراعية، إذ يقع بعضها على مستوى سطح البحر مثل وادي توسان، ويرتفع البعض الآخر على هيئة لجبال عالية تصل إلى 2500 قدم فوق سطح البحر، وهي جزء من جبال السروات. تعد محافظة لحج هي مركز للتجمع الصناعي، حيث لديها العديد والعديد من المشاريع الزراعية والاستثمارية التي تمارس عملها بنشاط، وتم اختيارها لإقامة تجمعات صناعية، وذلك لما تمتلكه هذه المحافظة من ميزات أساسية والتي توفر الأيادي العاملة وكذا أيضا البنى التحتية والموقع المناسب في هذه المحافظة الذي جعلها غنية بالاستثمار بشتى أنواعه. إذن لمزيد لتسليط الضوء حول الاستثمار ونشاط الاستثمار وكل ما يعتمد في هذه المحافظة، نرحب أجمل ورقة ترحيب بالأستاذ الفاضل نزيه الشعبي المدير العام لمكتب الهيئة العامة للاستثمار في محافظة لحج. بداية مرحبا بك أستاذ نزيه في برنامجنا هذا الذي بث عبر قناة عدن الفضائية ولهذا المنبر الإعلامي، ونحن هنا في محافظة لحج نتحدث فيها عن النشاط الاستثماري في هذه المحافظة. أهلا ومرحبا بك أستاذي. أهلا وسهلا بكم، ونرحب بقناة عدن الفضائية في محافظة لحج، ونقول لهم أهلا وسهلا في هذه المحافظة، محافظة الجاذبة للاستثمار. نعم أستاذ نزيه، لما تحدثنا بداية عن الاستثمار تحدثنا أن هذه المحافظة هي محافظة جاذبة للاستثمار، وذلك لما تمتلكه هذه المحافظة من أراض زراعية تصرف للمستثمرين بشكل عام. ماذا عن الاستثمار؟ ماذا عن دوركم أنتم في مكتب الهيئة العامة للاستثمار؟ ماذا عن نشاط الهيئة العامة؟ كل ما يتعلق في الاستثمار وقانون الاستثمار وغيره، تفضل أستاذي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أولا مثل ما أثرت سابقا، نرحب بكم في محافظة لحج أجمل ترحيب في هذه القناة، قناة عدن الفضائية، التي نعتز ونتشرف بها بزيارة هذه المحافظة في هذا اليوم. أنتم قد زرتم محافظة لحج في فترة سابقة، وقد لاحظتم النشاط الاستثماري التي تتمتع به هذه المحافظة في خلال السنوات الماضية، سواء كانت قبل الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية في 2015، والتي ضرر بسببها الكثير من المشاريع الاستثمارية، والتي وصلت إلى أكثر من 15 إلى 19 مشروع استثماري. بعضها تضرر جزئي، والبعض تضرر كلي. هذه المشاريع كانت تشغل الكثير من الأيادي العاملة في هذه البلد. المشاريع التي تضررت بفعل الحرب الحوثية كثير منها توقفت ولم تستطع لحد الآن العودة للعمل بسبب التضرر الكلي، لكننا استطعنا في الهيئة العامة للاستثمار وبتعاون قيادة السلطة المحلية بعد انتهاء الحرب وبعد هزيمة الميليشيات في هذه المحافظات، استطعنا تشغيل الكثير من المشاريع الاستثمارية، وصل عددها تقريبا إلى 56 مشروعا استثماريا، حيث عملنا بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية وقيادة المقاومة الجنوبية في هذه المحافظات، وبتعاون القيادات الأمنية
على إعادة تشغيل هذه المشاريع. نعم. تم التواصل مع أصحاب هذه المشاريع ودعيناهم إلى عودة ممارستهم في إطار طبعا وظائف الهيئة العامة للاستثمار. نعم. يعني وظائف الهيئة العامة للاستثمار هي في الأساس يعني تسهيل الاستثمار والحفاظ عليها. مهمتنا في الأساس كيف إن احنا نقدم التسهيلات لهذه المشاريع الاستثمارية ونحافظ عليها أنها تستمر بحيث أنها تكون مصدر دخل للأسر التي تعمل فيها للأيادي العاملة ولأسرهم التي تعمل في هذه المشاريع. المشاريع التي استطعنا تشغيلها في الفترات الماضية مثل ما أشرت بتعاون كل الجهات في إطار المحافظة كانت رافد أساسي لاستقطاب الكثير من المشاريع الاستثمارية في عام 2017. استطعنا خلال عام 2017 استقطاب 10 مشاريع جديدة. نعم. سجلناها في محافظة لحج. وهذه تعتبر قصة نجاح. يعني نحن خرجنا من خلافاً عن المشاريع التي قائمة قائمة. نعم. سجلنا عدد 10 مشاريع جديدة خلال عام 2017. هذه المشاريع إن شاء الله تكون جاهزة للافتتاح، وإن شاء الله نحن نترقب زيارة الأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد الدغر لزيارته للمحافظة خلال المرحلة القادمة وافتتاح الكثير من هذه المشاريع. يمكن 6 مشاريع جاهزة بتكون جاهزة للافتتاح في المرحلة القادمة. مثل ماذا يعني من هذه المشاريع؟ هذه المشاريع مشاريع أغلبها يعني مثل مصنع مياه، مصنع إنتاج وتشكيل الحديد، مصانع لإنتاج مصانع خلاطات الإسفلت الخرسانية، إنتاج الخرسانات الجاهزة، ومصانع للبلوك الإسمنتي، ومصنع لإنتاج الخزانات البلاستيكية. هذه المشاريع إن شاء الله بتكون جاهزة خلال المرحلة القادمة. نعم. وسيتم افتتاحها من قبل الأخ دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء. هذه المشاريع طبعا نحن سجلناها في عام 2017. نعم. الهيئة العامة للاستثمار دائما تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال، بيئة الاستثمار من خلال إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع. نحن نعمل بالشراكة مع قيادة السلطة المحلية. نعم. وبالشراكة مع القطاع الخاص نفسه لإقامة المشاريع. نعم. الاستثمارية والتذليل أي صعوبات تواجههم على أرض الواقع. نحن عندنا خطة عمل إن شاء الله، برنامج خلال الفترة الماضية في النصف الثاني من عام 2018 سندعو إلى عمل ورشة عمل نناقش فيها تحسين بيئة الأعمال بشكل إجمالي بالشراكة مع القطاع الخاص وما هو يتطلبه خلال المرحلة القادمة، سواء كان في القوانين المتطلبة التي مرتبطة بالقانون الاستثمار. نعم. أو سواء كان بكيفية الحصول على الأراضي المتاحة لأغراض الاستثمار. نحن الآن نتهيأ لاستقبال الكثير من المشاريع الاستثمارية. نعم. عندنا خطة، وضعنا خطة نحن خطة شاملة نحن. نعم. وأصحاب الأراضي برعاية الأخ المحافظ لتخطيط منطقة صناعية جديدة. نعم. واستيعاب الكثير من المشاريع الاستثمارية. أين ستكون هذه المنطقة الصناعية؟ هذه المنطقة الصناعية الجديدة إن شاء الله ستكون في محافظة لاحق في مديرية تبن. نحن الآن نسعى إلى تخطيطها وإن شاء الله نكون مدها بالخدمات والتي تتمكن من استقطاب الكثير من المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة القادمة. نحن في الهيئة العامة للاستثمار نهدف دائما إلى بناء الصورة الإيجابية. يتم بناء الصورة الإيجابية هذه من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية. نعم. مجرد أنك جذبت مشروع استثماري يصبح المشروع الاستثماري هذا هو مروج لمشروع استثماري آخر أنه يأتي إلى هذه المحافظة. نحن نقول لكم أن محافظة لحج اليوم محافظة آمنة. محافظة تتمتع بميزات ومقومات استثمارية تختلف عن بقية المحافظات الأخرى. بالفعل. محافظة لحج محافظة محورية. يعني محافظة ساحلية لديها شريط ساحلي يمتد إلى يعني من رأس عمران إلى باب المندب. تقريبا بطول 180 إلى 200 كيلومتر. محافظة لحج محافظة زراعية. نعم. كما أشرت أنت في بداية حديثك محافظة زراعية تتميز بإنتاج الكثير من الخضروات والفواكه في هذه المحافظة. حتى أيضا الاستثمار هناك في الاستثمار الزراعي أيضا. لحج لكنها في الفترات الماضية يعني تم حرمانها من كثير من الخدمات بسبب سياسة المركزية المقيتة التي كانت تتبع من صنعاء في الفترات الماضية. كانت المشاريع التي تؤخذ من وزارة المالية تؤخذ بحسب النفوذ وليس بحسب الاحتياج. نعم. وليس بحسب التطور. بالفعل. وليس بحسب أنك تخلق فرص جديدة. نعم.
نحن وضعنا في المرحلة السابقة منطقة صناعية في الرقاع لغرض استيعاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة. الاستيعاب اللي الاستيعاب المستثمرين. إنشاءات كثير من المشاريع في هذه المنطقة، مصنع للحديد كان موجود فيها، مصنع لإنتاج الكابلات، وهذا يعتبر أول مشروع يعني استثماري في هذه البلد بهذه الطاقة يعني الكبيرة، مصنع إنتاج كابلات ما كانش موجود في اليمن بشكل عام. نعم. وهذا المشروع هو المشروع الوحيد اللي كان موجود في هذه المحافظة، لكنه الآن تضرر بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات. نزلنا فيها كان مصنع لإنتاج الصابون لكنه توقف. نحن اليوم في محافظة لحج لدينا صح مشاريع استثمارية يعني تقريبا توصل الموجودة على أرض الواقع إلى 56 مشروع استثماري موجودة عاملة على أرض الواقع. ممكن أنتم تطلعوا وتزوروا هذه المشاريع. مصانع الطوب وغيرها من المصانع والمصانع لشركة عدن لأمر الطباط وغيرها أيضا لشركة العلافة للدواجن المزارع وغيرها من المصانع الموجودة التي تم ذكرها في محافظة لحج والتي تعمل على تنشيط عملية الاستثمار هنا في محافظة لحج. نحن في محافظة لحج نعم الحمد لله بها هذه المحافظة بقيادات إدارية قادرة أنها تعمل بالشراكة على أرض الواقع مع المستثمر. ليس الهدف أن نحن نعطيه ورقة ونقول له خلاص أنت سجلنا لك مشروع استثماري وروح. نحن ننزل مع هذا المشروع ونحل له جميع العوائق التي وقعوا على أرض الواقع، سواء كانت متعلقة بالأرض، سواء كانت متعلقة بالبيئة، سواء كانت متعلقة بالموافقة على الجهات المختصة. طبعا نحن في الهيئة العامة للاستثمار نعمل وفقا لمبدأ النافذة الواحدة للاستثمار. النافذة الواحدة للاستثمار ما هي هذه النافذة الواحدة؟ هي أننا كل الجهات الممثلة للدولة موجودة في إطار الهيئة العامة للاستثمار، في إطار فرع هيئة الاستثمار. المستثمر ليس له يعني لا يذهب إلى البيئة لغرض الحصول على موافقة البيئة، ولا يذهب للجهات المختصة كالصناعة أو الصحة أو التعليم أو أي جهة أخرى، بل يأتي إلى الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار هي التي ستتولى إنجاز جميع المعاملات والتراخيص التي ترتبط بالمشروع الاستثماري، سواء كانت المتعلقة بالأرض، سواء كانت متعلقة بتراخيص البناء أو المهن أو غيرها من التراخيص التي تطلبها الدولة. أستاذ، ماذا عن قانون الاستثمار وبشكل مختصر؟ قانون الاستثمار طبعاً وما يقدمه المستثمرين من تسهيلات. قانون الاستثمار هو وجد لخدمة المستثمرين في الأساس. نحن كان لدينا تقليل الصعوبات إلى كان موجود إلى قبل عام 2010 كان معنا قانون 22 لعام 2002، وهذا كان القانون ممتاز جداً، يعطي الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات كثيرة ويتيح لها أنها تكون هي الجهة الرائدة في مجال جذب الاستثمار وفي مجال التسهيل للاستثمار وكذلك للترويج للاستثمار. لكن هذا القانون تعدل بالقانون عام 2015 لعام 2010، وبسبب الأحداث التي شهدتها البلد من عام 2011 إلى اليوم وأحيانا عدم الاستقرار في كثير من المحافظات، لكن محافظة لحج يعني محافظة متميزة عن غيرها من المحافظات، استطاعت رغم كل هذه المشاكل رغم كل هذه الحروب إلا أنها تستقطب الكثير من مشاريع استثمارية. نعم بالفعل. وهذه ميزة للمحافظة لم تكن موجودة في غيرها من المحافظات الأخرى. نحن نسعى إن شاء الله بالشراكة مع القطاع الخاص إذا تستقر البلد إلى تعديل هذا القانون إن شاء الله، بما يتيح للهيئة العامة للاستثمار أن تستعيد دورها الريادي في قيادة دفة التنمية وقيادة الاستثمار في هذا البلد بشكل عام. نحن ندعو دولة الأخ الدكتور أحمد عبيد بن داغر رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتسهيل إجراءات المستثمرين، ويتمكن المشاريع الاستثمارية من الحصول على الميزات التي نص عليها قانون الاستثمار. نحن في قانون الاستثمار نمنح كل المشاريع الاستثمارية التمتع بخدمات النافذة الواحدة زي ما أشرت لك، الحصول على موافقة من الجهات المختصة، هذه أهم حاجة. الشيء الثاني أننا نمنحهم جميع الإعفاءات للآلات والمعدات الاستثمارية. الإعفاء من الجمارك والإعفاء من الضرائب للآلات والمعدات التي تشغل المشروع الاستثماري، كما أنه يتم منح 50% لمدخلات الإنتاج للمشاريع الصناعية أيضا. 50% نمنحها للمشاريع الاستثمارية لكل المشاريع الاستثمارية سواء كانت القائمة أو المسجلة بموجب قانون الاستثمار، نمنحها 50% بموجب قانون الاستثمار وبموجب قانون الجمارك. طبعا قانون الاستثمار يساوي بين جميع المستثمرين
سواء كانوا عرب سواء كانوا أجانب سواء كانوا محليين أو وطنيين يعني أو خارجيين، فالقانون الاستثمار يساوي بين كل هذه الجنسيات. قانون الاستثمار اليمني يعتبر من أفضل القوانين الاستثمار لجذب الاستثمار. ما الذي يميزه؟ طبعا هذه كثير من الضمانات، كثير من الضمانات لا يستطيع احد مصادره هذه المشروع الاستثماري. لا احيانا الناس تتكلم على ثقافه كانت سائده من سابقه، ثقافه التاميم. انتهت ثقافه التاميم بهذا. وقانون الاستثمار وبالشراكه مع الدول وباتفاقيات الدوله وقعت اتفاقيات التعاون الثنائي الاستثماري مع كل الدول بأن توفر الحماية لهذه المشاريع الاستثمارية، حماية دولية. كل المشاريع الاستثمارية حاصلة على حماية دولية، أنه لا يستطيع أحد الاقتراب منها أو أنه مصادرتها فيها. والقانون هذا الكلام ينص عليه، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجمهورية اليمنية مع الدول الأخرى في هذا المجال. نعم أستاذ نزيه، أيضا أنت تحدثت عن المستثمرين، تحدث عنهم يعني مصانعها مشاريعهم الاستثمارية. هذه المشاريع الاستثمارية بالنسبة للعائد لهذه المشاريع، هل يدر دخله يعني للمحافظة تستفيد منه المحافظة أم ماذا؟ طبعا المشاريع الاستثمارية دخلها ليس فقط للمحافظة وحدها. المشاريع الاستثمارية هي في الأساس لكي تنهض المحافظة، يمكن الاستقطاب لها هو تشغيل العمالة. نحن مجرد أن هذه المشاريع تشغل لنا عمالة، إتاحة فرص عمل كبيرة، امتصاص البطالة، امتصاص البطالة الفعل، وأيضا تحريك للاقتصاد الوطني بشكل عام. نعم، أنت بدل ما تشغل الناس بالحرب وبالجبهات وبالفوضى في أماكن، أيوة في مصانع، في أماكن منتجة تدر الدخل على البلد. وهذه هي القاعدة الأساسية، إشغال الناس بالتنمية أفضل من إشغالهم بالحرب أو الفوضى. نعم، لرفع الاقتصاد الوطني. وهذا طبعا يؤدي إلى رفع الاقتصاد الوطني بشكل عام. تكاد تكون الرسوم التي تحصل عليها الدولة سواء كانت المحافظة سواء كانت الدولة بشكل عام رسوم بسيطة جدا. لكننا في الأساس نخدم من يعني تهدف الدولة من استقطاب هذه المشاريع الاستثمارية إلى أن تكون رافد أساسي للتنمية. يعني أننا نستطيع تشغيل هذه المشاريع، تشغل لك عمالة، تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام، تستطيع أن بعض المشاريع الاستثمارية تصدر منتجاتها للخارج، وهذا يعيد لك يعني يرفع من الميزان التجاري للبلد بالفعل، ويحقق دخل وللعملات التي نحتاج إليها. نحن في الهيئة العامة للاستثمار ندعو كل المستثمرين ونرحب لهم بالاستثمار في محافظة لحج. نقول لهم محافظة لحج محافظة آمنة وفيها قيادات ستعمل معها على أرض الواقع، ابتداء من الأخ المحافظ أحمد عبد الله التركي إلى آخر موظف فيها، وسنكون في خدمتهم. أهم شيء هذه المشاريع تكون جادة، ونحن سنتعاون معها وندلل كافة الصعاب والقانون، وندلل لها كل الصعاب التي تواجع عليها على أرض الواقع. نعم أستاذ نزيه، هل كان لكم لقاء مع محافظ المحافظة الأستاذ أحمد عبد الله التركي رئيس المجلس المحلي؟ هل لكم لقاء كان معه، وذلك لكل المشاريع المنفذة والمتعثرة في وقيد التنفيذ أيضا لهذه المشاريع الموجودة هنا في محافظة لحج للاستثمارية هذه المشاريع؟ طبعا نحن نتكلم مع الأخ المحافظ أحمد عبد الله التركي بصورة مستمرة لغاية التدريب كل الصعوبة التي تواجه هذه المشاريع. نزلتم أنتم والمحافظة أيضاً وإياه إلى مشاريع استثمارية تعمل على أرض الواقع فعل. وفعلا يعني أنتم ممكن شاهدتم أو لاحظتم تحرك الأخ المحافظ أحمد عبد الله التركي وجديته في استقطاب الكثير من المشاريع الاستثمارية. نحن ندعو الدولة بشكل عام، فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة الأخ رئيس مجلس الوزراء، ونرحب بهم بزيارة المحافظة في أي وقت، وندعوهم إلى تقديم يعني المزيد من المشاريع لخدمة هذه المحافظة، وأهمها إنشاء جامعة لحج. نحن اليوم ندعو فخامة الأخ الرئيس لإنشاء جامعة لحج التي ستكون رافد أساسي للمشاريع الاستثمارية. بالفعل نحن الاستثمار في قطاع الاستثمار في قطاع البشري هو الأهم. نعم العلم. اليوم نحن في محافظة لحج يعني مش معانا هندسة إنتاج بالفعل، حتى في محافظة الجمهورية كلها يعني إن شاء الله لحج ستكون جامعتها جامعة متميزة في غيرها عن كل المحافظات. محافظة لحج إذا ستكون لديها اليوم
كلية الزراعة هي أساس نعم قطاع التعليم يجب أن ينهض في أيوة. هذه المحافظة أيضا، ونحن محافظة لحج تصدر الكثير من المنتجات الزراعية. لدينا مشروع آخر هو مشروع ميناء لحج في منطقة رأس العام. حصلنا على توجيهات من دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء، وإن شاء الله الإجراءات تسير الآن بشكل إيجابي للحصول على الموافقة بشكل كامل لإنشاء هذا الميناء. وندعو الدولة محمد، هذا الميناء ماذا ستكون؟ طبعا هذا الميناء سيحقق كثير من الدخل لهذه المحافظة وللدولة بشكل عام، وسيتم القضاء على التهريب التي يتم على الشريط الساحلي. نحن الدولة لا تستطيع أن تسيطر على الشريط الساحلي اليمن بشكل عام. محافظة لحج وحدها فيها 200 يعني كيلومتر، فبالتالي أنك تنشي هذه الموانئ وستقلل من أو ستكافح التهريب بشكل أساسي، وستدر موارد ودخل للدولة وللمحافظة، وستحقق مزيدا للتنمية ومزيدا للإعمار في هذه المحافظة. نعم أستاذ نزيه، أثناء نزلكم الميداني أنت والأستاذ الفاضل سيادة اللواء أحمد عبد الله تركي محافظة لحج، أثناء نزلكم الميداني هناك مشاريع مثلا يعني لا سمح الله هناك فيها مخالفات، كيف تتعاملون مع هذه المشاريع التي أنتم قمتم بزيارتها ميدانيا تفقد لهذه المشاريع؟ ما الإجراءات يعني التي عملت مخالفات موجودة؟ أحيانا المشاريع الاستثمارية في قاعدة تقول دعه يعمل دعه يمر دعه يعمل، أهم شيء أن هذا المشروع أنه يشتغل. نعم. ويعمل على أرض الواقع. مسألة المخالفات أي مخالفات إدارية نحن نسعى إلى حلها بالتنسيق مع قيادة المحافظة. طبعا هي أحيانا تكون في مشاكل مع العمالة بسبب يعني عدم الفهم في أنه يتم وضعهم عقود رسمية في التشغيل لهم. خلال الفترات الماضية بعض المشاريع الاستثمارية يعني لم تمنح العمال عقود رسمية، وأصبح هذا العمال اليوم يطالبوا حقوقهم التأمينية يطلبوها. هذه هي المعوقات أو المشاكل التي تواجع على أرض الواقع. بالنسبة للمخالفات على هذه المشاريع ما في شيء مخالفات بالنسبة لهم على أرض الواقع. أستاذ نزيه، هناك مستثمرين يعني غير جادين بعملية الاستثمار، تم صرف لهم مساحات شاسعة من الأراضي لكي لعملية الاستثمار أن يستثمروا فيها، ولكن لم يوفقوا يوفر يعني وفقوا في هذه الشروط المتفق عليها من حسبكم أنتم في الهيئة العامة للاستثمار وقانون الاستثمار. السؤال هنا كيف سيتم التعامل مع مثل هؤلاء والمستثمرين لغرض يعني بعضهم للسمسرة فقط بعضهم وليس قادين في عملية الاستثمار؟ ما الإجراءات المتبعة من قبلكم أنتم في الهيئة العامة للاستثمار لهؤلاء؟ الهيئة العامة للاستثمار طبعا ليست معنية بمنح التراخيص للأرض. نعم. لكنها تساعد في حصول هذا المستثمر على الأرض اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية، ولكن أنتم أيوة. تشرفون إليها أولا نحن نشرف على هذه المشاريع الاستثمارية. نعم. طبعا اليوم احنا نسعى الى ان احنا نحل مشاكل الارض التي هي موجوده في محافظه لحج او في المحافظات الجنوبيه بشكل عام، انه لتاصيل ملكيه تخطيط الارض. مجرد ان توجد تخطيط مناسب تستطيع ان تستوعب هذه المشاريع الاستثماريه على ارض الواقع. نعم. لكن مساله منح هذه المشاريع الاستثماريه عقود لغرض الأراضي أو كذا، الهيئة العامة للاستثمار ليست مختصة بمنح هذا العقود، وإنما العقود هذه تتم من قبل هيئة الأراضي. نعم. أحيانا يسجلون في معهم أو قطاع مختص، قطاع اسمه قطاع مختص بالاستثمار. نعم. في هيئة الأراضي نفسها. نعم. فيمنحهم عقود ما إحنا لا نعلم بها، لكن بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي سجلناها لدينا في الهيئة العامة للاستثمار نسعى إلى متابعتها وتشغيلها اولا باول. نعم. ليس الهدف انه من شان الارض انه انت استلمت ارض ولا لا، لكن الهدف انه تشغيلها للاستثمار هذه العامله. نعم. وخلق فرص عمل جديده للاستثمار وخدمه للتنميه. نعم. في محافظه لحج. نعم. هيئه الاراضي منحت يعني في عقود لغرض الاستثمار ولكنها ما تنفذتش. الاخ المحافظ احمد عبد الله التركي اول ما يعني حصل يعني وصل الى المحافظه دعا المستثمرين واتاح لهم الفرصه انهم ينزلوا على ارض الواقع ويشتغلوا ويتاح لهم فرصه مثلهم غيرهم. ونحن الان نقول لهم خلال 6 أشهر المستثمر الذي هو غير قاد والذي اخذوا مساحات كثيره سواء كانوا متنفذين سواء كانوا مستثمرين، فان سيتم مصادره هذه الاراضي لغرض التنميه. نعم. وليس لغرض التامين.
في اراضي منحت للمتنفذين في الفترات بالفعل اراضي مساحات شاسعه لا في الفدانه بالفعل. هذه الاراضي اصبحت اليوم ان شاء الله سيتم تخطيطها واعاده تنظيمها بشكل عام لخدمه هذه المحافظه والوطن بشكل عام. نعم بالفعل كلامك صحيح استاذ نزيه. استاذ نزيه ايضا بالنسبه ل يعني الاستثمار هنا في هذه المحافظة، يعني هناك صعاب، هناك معوقات، هناك أيضا أنتم لقاءات عدة مع المستثمرين في الهيئات العامة لجميع المحافظات المحررة، هل لكم لقاءات كانت مع المستثمرين مع رؤساء مع المستثمرين يعني أصحاب المال؟ نعم ولقاءات مع الهيئة العامة للاستثمار في كافة المحافظات في المكاتب بشكل عام مع فروع الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات المحررة الرئيسية. نعم طبعاً. الفروع هي طبعا في الاساس موجوده في المناطق الرئيسيه ونحن في محافظه لحج على فكره نعتبر الفرع الخامس يعني نعم نحن نلتقي ونتواصل مع الاخوه مدراء الفروع وندرس المعوقات التي تواجه هذه المشاريع الاستثماريه والتقينا بالمستثمرين نحن في محافظه لحج خلال شهر فبراير عقدنا ندوه برعايه الاخ محافظ محافظه لحج اللي هو احمد عبد الله التركي بالمستثمرين ودعيناهم لغرض الاطلاع على المعوقات والمشاكل التي يعانون منها. نعم. فكان طرحهم من اهم المعوقات هو الطاقه طبعا هي اهم من مشاكل التي يعاني منها المستثمر اليوم هي الطاقه وعدم توفر الديزل للتشغيل هذه المشاريع الاستثماريه. طبعا انت عارف ان المشاريع الاستثماريه اللي تعمل على ارض الواقع تعمل كلها على الديزل بالفعل. ما فيش عندنا طاقه. نحن ندعو الدولة بشكل عام التخلص من المركزية التي كانت تدار بها من يعني صنعاء يعني نقوم من المركزية إلى اللامركزية مش اللامركزية ندعو إلى تطبيق نظام الدولة الاتحادية نعم بحيث أن تستطيع هذه الولايات تستطيع هذه المحافظات الاستفادة من مواردها لخدمة التنمية في هذه المحافظات بالفعل هذا ما شاركنا في الحوار الوطني نكون في الحوار الوطني وشاركنا وأقررنا هذا الكلام أنه يتم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة التنمية في هذه المحافظات نعم. بدلا من احنا نظل تابع ان احنا نشي تخطيط في محافظة لحج لازم نروح كلنا لصنعاء يعني الآن نحن نستطيع ان احنا نخطط محافظة لحج نعم. بمواردنا المتاحة التي موجودة لدينا بالفعل. اليوم على أرض الواقع وبإمكانياتنا ولدينا قيادات ولدينا مهندسين قادرين على عمل المخططات لهذه المحافظة نعم أستاذ نزيه ولا ليس نربطها لا نربطها بالمركزية اللي هي موجودة في عدن نعم. حاليا ولا بالمركزية اللي كانت نعم موجودة وهذا ما سيطبق إن شاء الله في شاء الله. قانون في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالدولة الاتحادية الجديدة إن شاء الله لليمن بشكل عام. ختام حديثنا أستاذ في أقل من دقيقة رسالة وجهها من هيئة العامة للاستثمار لكل المستثمرين لكل من يريد الاستثمار في هذه المحافظة باعتبارها غنية بالاستثمار وفيها الكثير من المعادن وغيرها أيضا هذه المحافظة. تفضل سنة. نحن ندعو كل المستثمرين ونرحب بهم ونقول لهم حللتم سهلا ونزلتم وقفة الجهات الحكومية تساعدكم أيضا ندعوهم إلى الاستثمار في هذه المحافظة اللي ما تتمتع به من مقومات استثمارية جاذبة تختلف على المحافظات الأخرى بالفعل. ندعوهم لأنها محافظة لحج محافظة آمنة محافظة مستقرة تختلف على غيرها من المحافظات. محافظة لحج محافظة محورية ترتبط بكثير من المحافظات ذات الكثافة السكانية بالفعل. محافظة لحج فيها مقومات تعدينية أيوة تعدينية سواء كانت في الخامات سواء كان في خامات الإسمنت سواء كان في خامات الألمنيوم سواء كان وغيرها في غيرها فيها كثير من مقومات التعدين التي تستعد على إقامة المشاريع نعم وتدعو أيضا نعم تدعو أيضا الحكومة والجهات الحكومية فخامة الأخ الرئيس نعم. عبد الرب منصور هادي وندعو الدولة بشكل عام إلى الاهتمام بهذه المحافظة نعم. وتوفير خدمات البنية التحتية لهذه المحافظة التي تساعد على جذب الكثير من مشاريع الاستثمارية بالفعل. ندعوهم في الأهم والأساس إلى تقديم الخدمات البنية التحتية للمنطقة الصناعية نعم المنطقة الصناعية التي ستكون هي منطقة جذب لكل المشاريع هذه نعم إن شاء الله ستنفذ هذه المنطقة وأن الصناعية وأن يتم التخلص من المركزية التي موجودة هي اليوم نعم للدولة الاتحادية التي تحاول تمارس هذه المركزية نعم كل محافظة لحالها أيوة مواردها اليوم يعني الحرب قامت بسبب هذه المركزية نعم وندعو في الأساس إلى أن التخلص من المركزية حتى يتم هذه حتى تستطيع هذه المحافظات تنهار من النمو بالفعل وتقديم
الكثير من التسهيلات وتقديم واستيعاب كثير من مشاريع الاستثمارية. نعم. إذا في ختام هذا الحديث أستاذ نزيه الشعبي المدير العام لمكتب الهيئة العامة للاستثمار في محافظة لحج، هذا الحديث كان غني جدا، أشبعته في تحدث عن الاستثمار وكل ما يحصل في الاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار وكل ما تقدمه هذه الهيئة لجميع المستثمرين، وأيضا دعم الحكومة لكم أنتم في الهيئة العامة للاستثمار، والسلطة المحلية أيضا تهتم بالجانب الاستثماري المؤثرة بمحافظة المحافظة الأستاذ أحمد عبد الله التركي. نشكرك جزيل الشكر والتقدير أستاذ نزيه، نلتقيك إن شاء الله في لقاءات قادمة، وقد حظيت هذه المحافظة بالعديد والعديد من المجالات الاستثمارية في شتى المجالات. شكرا جزيلا لك أستاذ نزيه. شكرا، شكرا جزيلا. نعم. ومرحبا بكم. نعم. مشاهدينا في كل مكان، في ختام حديثنا لهذا اليوم، ونشكركم جزيل الشكر والتقدير لحسن الصغي والمتابعة، كنا وياكم في محافظة لحج عن عملية الاستثمار وعن كل ما يتعلق في الاستثمار، ونحن ندعو كافة المستثمرين للاستثمار في محافظة لحج لما تتمتع به هذه المحافظة من أراض صالحة للاستثمار. نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة، حتى تلكم الحين لكم تحياتي أنا روى عصمت وكافة طاقم العمل لهذا البرنامج إضاءات، في أمان الله أستودعكم.